السلام عليكم. قبل ما نبدأ الفيديو نصلي بينا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. دي لحم خنزير طهينه بطريقة الفرن زي صينية كده محمرينه من فوق، هو شكله مقزز. ودي لحمة خنزير مشوية متقطعة شرايح ومشوية على الفحم، بيحط عليها عسل وصلصة وبيشوها وبيتبلوها، بعد كده بيتقدم وبيحط عليها اوراق ورد وحاجات، بس برضو كلها فيروسات مهما تنشوي. برضو دي لحمة خنزير مشوي في الفرن ومحطوط عليه عسل ومتبل قبل كده. هتشوفوا في اخر الفيديو طريقة التتبيلة بتاعته، بيتبلوه ازاي وبيحطوا عليه مكونات وبيحطوا عليه قرف عشان يطلع كده ويتحمر كده. ده لحم خنزير معمول زي شرايح الكبدة، شرايح اللحم معمولة عليها بصل وطماطم ومحطوط عليها بهارات وحاجات من دي ومشوية على الفحم. شكلها مش يفترق عن الكبدة بالظبط، بس هي اللحمة دي مليانة بكتيريا، مهما تنغلي او تنقلي برضو بتدانها فيها. دي لحم خنزير مسلوق ومتحمر زي شرايح كده الفراخ، بس طبعا الفراخ مش محرمة عشان هي كويسة. دي لحم خنزير مقلي متبل ومقلى على طول في البقسماط وفي البيض، ومحطوط عليه طبعا ورد للتزيين وفلفل وطماطم. سبحان الله، ربنا ما بيحرمش حاجة الا لما يكون فيها منفعة للناس. اتفرجوا بقى على الاكلة الغريبة دي بقى ايه، مش هتصدقوا. دي ودن الخنزير معمول متقطع مع اللحم ومعمولة كده صينية مع الخيار والفلفل والطماطم، مقطعين الودان. طبعا الودان بتبقى فيها لحمة برضو، بتبقى سمينة كلها دهنة، مقطعينها ومسلقينها وبعد كده مدخلينها شوينها على الشواية. دي برضو دي ودان برضو بس مسلوقة. بصوا عاملة ازاي، شكلها شين جدا، كلها دهون كده ومقرفة. هتتفرجوا بقى على طريقة التتبيلة. بيجيبوا لحمة الخنازير يسلقوها، تبقى عبارة عن لحمة بيضة زي الدهون كده، بعد كده بيسلقوها بيحطوا معاها بطاطس او كوسة، بعد كده بيشيلوها من على النار بيحطوها وبيحطوا عليها سكر وبينزلوا فوق بالتتبيلة بتاعتها، بعد كده بيحطوا معرفش دم الخنزير ولا ايه مكسبات طعم. وبيجيبوا بقى ايه برطمان الصلصة وبيفضوا الصلصة كلها او الكاتشب عشان تتبل، بعد كده بيبدأوا بقى يقلبوها، بتبقى عاملة زي السفنج بالظبط، شكلها لنفسه يخلي الواحد يجيب اللي في بطنه. بعد كده بيتبلوها وبيغلفوها في اكياس سلوفان، بيسيبوها تتبل في التلاجة وبتطلع بالمنظر ده. ده المنظر بعد ما تتسلق وتتبل وتنعمل تتحمر او تنحط في الفرن. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني بلايك وبشير وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وقولوا رايكم ايه شكل اللحمه دي، بصراحه تموع النفس.